إذن مشاهدينا نبدأ هذه الوقفة من صحيفة السياسة التي نقلت هذا الخبر تحت عنوان الصلاة والقرآن أفضل ما في حياة هيفاء وهبي. تعتبر الفنانة هيفاء وهبي أن الأوقات التي تؤدي فيها فروض الصلاة وتقرأ من كتاب الله هي أفضل الأوقات في حياتها. وقالت هيفاء إن حرصها على أداء فروض الصلاة وقراءة القرآن الكريم يأتي من اقتناعها بأنها بركة للإنسان والبيت معا. وتابعت: بدأت الصوم منذ أن كنت في 7 من عمري، وكانت تنتابني مشاعر سعادة كبيرة وفرحة غامرة عندما أستطيع إكمال صيام اليوم كاملا حتى أذان المغرب.